واحد يقول انا والدي توفي منذ شهور قليلة واريد كلمة تعزية لوالدتي لانها لا تكف عن البكاء طول الليل والنهار. وتستغل وجود اي عيد للذهاب الى قبره والبكاء عليه كثيرا. وهي متابعة لكل محاضرات قداسة على قناة أغابي، يا ريت تقول لها كلمة تعزية. ربنا يعزيكي. وإحنا دايما بناخد التعزية من الروح القدس لأن هو الروح المعزي، لكن طبيعي إن الإنسان لما بيرحل عنه شخص عزيز عليه بيبكي عليه كثيرا. يعني ما تتضايقش يا صاحب السؤال، ما تقدرش تمنع والدتك عن البكاء. برضو مرة كنت في جنازة زيني واحدة ست قاعدة تبكي، فشخص قال لي قول الست دي بلاش بكاء. قلت له يا اخي السيد المسيح لما شاف مرسم ومريم بيبكوا بمناسبة وفاة اخيهما لعازر لم ينتهرهما ويمنعهما عن البكاء، انما بيقول الكتاب بكى يسوع. فدي عواطف ما نقدرش نمنعها. ولما اي كاهن بيحاول يمنع الحاجات دي بالامر يبقى بينسى المشاعر البشرية ويطلب ما لا يستطيع الناس. لكن نرجو ان ربنا يعزيها ولو تكف عن البكاء بعد حين. قيل عن موسى النبي ان الشعب قاعد يبكي عليه مدة طويلة، وقيل بالنسبة للقديس ابو بقار الكبير ان الرهبان بكوا عليه حتى لم تبق فيهم قوة على البكاء، يعني لغاية لما حمدوا من كثرة البكاء. فمعلش ما تتضايقش، ما تتضايقش، وبالوقت يخف الموضوع ده ان شاء الله.